عن ابتكار جديد من شركة فورد الأمريكية، وهو تطوير نوعية جديدة من كمامات N95، وهي كمامات منخفضة التكلفة وقابلة لإعادة الاستخدام، والجميل إن هي شفافة تسمح للآخرين برؤية كامل ملامح الوجه تقريبا، وتمكن الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع في قراءة الشفاء. والبنات اللي حبوا يحطوا روج وكانوا يتحسفون على الأرواج اللي يشترونها، أيوة الميك اب والميك اب أو يلاقوه كله على الكمامة بالضبط، فهنا يقدروا ياخذوا راحتهم.